البطولة كانت مهمة بالنسبة لكم، مهمة للجمهور، مليون مبروك ياسر. حبيبي الله يبارك فيك يا حبيبي، تسلم لي. طبعا برحب بالكابتن شوبير وبقول له مبروك. الحمد لله، طبعا كانت بطولة صعبة وكانت بطولة مهمة قوي قوي، دي ترجع لك تاني الروح المعنوية اللي احنا كنا، والثقة طبعا كنا مفتقدينها الماتشات اللي فاتت دي. فالحمد لله طبعا ببارك لجمهور النادي الاهلي، ببارك للاعيبه الرجاله اللي كانوا على قد المسؤوليه. احنا تعبنا الحمد لله في الماتش، بس ربنا ما ضيعش تعبنا يعني، فالحمد لله. ياسر عمرنا ما رهنا عليك وخسرنا الرهان، يعني ياسر واحد من اللعيبه اللي وقت ما تحتاجه بتلاقيه دايما بفورمته، بتركيزه، بادائه، دايما الاوقات الصعبه بتظهر فيها شخصيه ياسر ابراهيم. الحمد لله طبعا ده توفيق من عند ربنا، هو الواحد بيشتغل على نفسه. انا من ساعه ما رجعت من الاصابه، اي نعم ممكن اكون قصرت في ماتش ماتشين، بس لازم اشتغل على نفسي، هي دي طبيعه الحياه، مش دايما في احسن حال في احسن حال او دايما فوق على طول، لا انت بتحاول تحسن من نفسك، تطور من نفسك، ما تسمعش لحد، تشوف ايه اللي بيعطلك تحطه ورا ظهرك، طبعا تشتغل على نفسك وبتطور من نفسك، فربنا ما بيضيعش التعب ده ابدا يعني، الحمد لله. ياسر احنا في وقت فرحه ووقت بطوله، بس انا انت عارف انا دايما بتكلم معاك بصراحه، ياسر ممكن يكون راجع من بعد غياب او من بعد اصابه، الاداء مش هو، ياسر ما بيتاثرش بالكلام ده خالص، ياسر بتيجي تتفاجئ بيه بعديها بيرجع لمستواه، ازاي بترجع نفسك كده بسرعه ياسر؟ زمان لسه قايل لك من شويه، هو كلام الناس طبعا فوق راسي وكل حاجه، بس انا يعني مش هاخد، مش هيحطبني بمعنى اصح، لا انا بشتغل على نفسي وبشوف ايه النقص اللي عندي وبشتغل عليها، بشتغل في التمرين بشوف ايه اللي مقصر فيه وبحاول ان انا احسنه، يعني اللي مقصر فيه ايه هو بحاول اشتغل عليه واحسنه، فالحمد لله ربنا ما بيضيعش ده خالص. ف بقول الحمد لله، بحمد ربنا، بشكر فضله طبعا ان احنا راجعين دلوقتي ومعانا الكاس. حبيبي تسلمي، ومعانا الكاس، وبارك للجمهور النادي الاهلي، واقول لهم طبعا انتوا داعم لينا ودايما مستنيينكم في الماتشات المهمه على طول، انتوا دايما في ظهرنا، وببارك لكم. لسه كنت في، يعني كنت تتوقع ان سيناريو المباراه يروح ل 120 دقيقه، يروح لركلات ترجيح؟ احنا كنا عاملين حسابنا طبعا لكل السيناريوهات، نازلين في 90 دقيقه، بعد كده في 120 دقيقه، بعد كده في ضربات جزاء، فانت لو مش عامل حساب ده ما كنتش ظهرت بالشكل ده، لا كنت ممكن بعد 90 دقيقه في الاكسترا تايم مثلا تخسر، يجي فيك جول، لكن لا احنا كنا مركزين وعاملين حساب كل ده واشتغلنا لده، يعني كان في حاجات في التمرين بنعملها لو وصلنا لده، وكان في طبعا تدريب على البلينات، الحمد لله البلينات دي توقفت قلبنا كلنا، هي راحت وجت وبعد كده قامت جايه تاني، فلا الحمد لله ده تعب وده مجهود، وربنا عمره ما بيضيع تعب حد، دايما المجهود، بص التوفيق ما بيروحش للمجتهد، واحنا تعبنا النهارده والحمد لله ربنا ما خذلناش يعني. فقدت الامل في المباراه في وقت من الاوقات؟ والله انا بص بعد يوسف مضيع البنالتي، انا يعني مش قادر اوصف لك ازاي لعيب لعيبه، انا بقيت اقول الحمد لله يعني في السراء والضراء، احنا راضيين يا رب، احنا عملنا اللي علينا والحمد لله يعني في اللي ربنا يعمل، بس الشناوي طبعا الحمد لله ربنا كرمه وقدر يصد البنالتي وجبنا وكسبنا يعني، الحمد لله.